الصين لن تتحرك من وجهة نظري، الصين شريك تجاري واقتصادي ولا تدخل في نزاعات عسكرية، يمكن بالكتير ممكن تدلي بعض الآراء سياسيا حتى وإن كانت معلنة. ده من ناحية. روسيا كما نعلم جميعا لديها حربها مع أوكرانيا، فالوضع متأزم في الجانب الروسي. وهنا يجي السؤال، وعلى سبيل المثال ألمانيا لن تحرك ساكن لأنهم يتعاملون بمنطق اللي على رأسه بطحة، فهم خايفين من وقت الحرب العالمية الثانية ومش هيقربوا من إسرائيل بحال من الأحوال، بل تكاد تكون تصريحاتهم تصريحات قريبة. يعني يبقى لنا فرنسا، هل فرنسا قادرة على أنها تساعدنا في دعم أوروبي خاص بهذه القضية؟ يعني أنا متفق مع حضرتك تماما سيادة النائب، لكن نحن لا نستدعي حليف بحليف أو لا نستبدل حليف بحليف إن صح التعبير، لكن لديك مشكلة حقيقية في إنه هذه الأطراف تقدم خطوة تعود خطوات نتيجة للتعامل مع إسرائيل بصورة أو بأخرى. يعني الجانب الصيني مكتفي بمقاربة محدودة وفق مصالحه، والروس أيضا منشغلين بالمسألة الأوكرانية، لكن فرنسا بمفردها لن تستطيع أن تفعل شيء. فرنسا قامت من قبل طبعا كما تعلم بمؤتمر باريس لسلام الشرق الأوسط وخربته إسرائيل، والولايات المتحدة عطلت آلية فرنسا. طبعا الألمان أعتقد أن هم لن يغيروا مواقفهم. نحن هنا سيادة النائب لا نبحث عن حليف قوي، إنما تبحث عن مصالحك السياسية والاستراتيجية، وبالتالي بحثك كدول عربية يجب أن يتم بعمل جماعي في إطار عمل عربي وإسلامي. يعني حينما سافر الوفد العربي الإسلامي إلى هذه العواصم كلها بما فيها الولايات المتحدة ونقل صورة، كانت هناك نقطة مهمة، لكن لابد الآن من أن نصارح أنفسنا، هل تريد أن تتعامل مع إسرائيل وتستوعبها في الإقليم بشروطنا أم بشروطهم؟ هذه نقطة مهمة. يعني إذا قلنا سنتعامل مع إسرائيل وفق مقاربة جديدة شرق أوسطية في إطار عربي، يبقى لابد أنها تقدم شروط قبولها، وشروط قبولها معلومة. نحن الذين قدمنا شيكا على بياض لإسرائيل في الفترة الماضية حينما قبلت بعض الدول بعقد السلام معها وقدمت مشروعات أمن وتعاون إقليمي واقتصادي وسياسي وغيرها. لكن وطبعا نحن من يعني لكي لا يقول أحد أن مصر هي أول ما بدأت، مصر بدأت عملية السلام والأشقاء في الأردن، لكن كانت هناك كان هناك مشروع سلام وتسوية ومواجهات كثيرة، ومصر هي مصر والأردن أيضا كان لها دور مع التقدير للتجربة الأردنية. اليوم مطلوب أن ننزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية من الكلام العام النظري إلى الكلام الواقعي، أن إسرائيل اليوم حينما تمثل أمام يعني أمام العالم في قضية معينة، قضية محكمة العدل الدولية بعد 75 سنة من قيامها، هذا أمر مهم، وبالتالي الدول العربية عليها أن تضع آلية استراتيجية تحت مظلة الجامعة العربية والدول العربية الرئيسة لبداية حملة دولية لنزع إسرائيل شرعية إسرائيل في المحافل الدولية. ده يهم إسرائيل قوي. عايز أشير لنقطة سيادة النائب، إن إسرائيل كانت في حالة فزع وهلع طوال أسبوع كامل وهي أمام القضاء الدولي أو قضاء المحكمة العدل الدولية. ليه؟ لأنها لأول مرة تشعر أنها دولة منبوذة أو أنها دولة تمارس أعمال إرهابية بصورة كبيرة تحت سمع وبصر العالم. هأشير لنقطة قبلها تكون دلالة رمزية. أمس في ختام الست أيام يا سيادة النائب، عملت إسرائيل تجربة لإسقاط بعض المساعدات وتقديم بعض المنح قبل أن تغلق المحكمة نصوص الدفعات والبراهين أمامها. هذا معناه أنه هناك خوف في إسرائيل أنها يعني تبدأ الدول العربية هذا المسار، وربما لاطلاعنا على المصادر الإسرائيلية الداخلية نشعر بهذا وندرك أن إسرائيل الآن تتخوف من رد الفعل العالمي والدولي، وبالتالي عليك أن تتحرك وتستثمر ده، لا تكتفي بما حلو قوي.